يسعد أوقاتكم مشاهدينا، بدي رحب فيكم باليوم الرابع من مهرجان خطوات السينما الدولي للأفلام القصيرة بدورته الرابعة. اليوم مثل الأيام اللي شفناها من قبل بيتضمن عروض للعديد من الأفلام، واليوم في عرض ل 17 فيلم من مختلف الدول المشاركة. الكادر التنظيمي كان له كتير دور كبير ومهم بإنجاح خطوات أربعة. لنتعرف أكثر على طبيعة مشاركتهم بخطوات، خلونا نروح مع بعض باللقاءات التالية. اليوم حابين نتعرف من خلال حضرتك على الفعاليات اللي تم تقديمها خلال مهرجان خطوات أربعة باليوم الرابع. هلأ حقيقة اليوم الرابع اللي هو بيتضمن عدة فعاليات، هي منها عرض الأفلام اللي هي مقررة في البرنامج، وهي أفلام منوعة من كل دول العالم يعني، بالإضافة للمشاركات السورية الموجودة فيها. أضف أنها في عنا لقاء جماهيري مع الدكتورة إيفا داود، رح يتم فيه عرض فيلمة اللي هو باسم سارق النور. هذا الفيلم اللي نال 62 جائزة على مستوى العالم، ورح يصير بعده ندوة حوارية حول تجربتها بالفيلم والجوائز اللي أخذتها، مع مرافق لها بالندوة الكاتب والسيناريست والناقد الأستاذ حسن ميم يوسف. هذا بالعموم يعني عن فعاليات اليوم الرابع بمهرجان خطوات السينمائي. اليوم الرابع لمهرجان خطوات بدورته الرابعة مستمرة لسه، عرض أفلام بوقتين من 12 للتنتين ومن الخمسة للسبعة. ولكن الحلو اليوم بهذا اليوم استضفنا دكتورة إيفا داود اللي هي إحدى المكرمات بمهرجان خطوات، وحضرنا معها فيلم سارق النور. هذا الفيلم اللي حاز على جوائز عديدة، يعني أكثر من 60 جائزة. بصراحة كتير كان عندي شغف لأحضره. الفيلم كتير مميز، صورته السينمائية أكثر من رائعة، هوليوودية بامتياز، بالإضافة لأنه في تفاصيل هيك أنثوية نذكرت كتير حلوة. فكرة الفيلم بحد ذاتها رائعة، هي كاتبة السيناريو وهي كاتبة وهي المخرجة. بعدين عملنا ندوة مع سيدة إيفا وحكت مع الشباب، يعني كل واحد عطاها وجهة نظر للفيلم، بالإضافة لعطوا نقد للسينما. انبسطت أنه في حضور، انبسطت أنه لأول مرة بينعرض بسوريا بهالجمال وبمكان ثقافي بقبة ثقافية محترمة، فمشو بدي أحلى من هيك، كنت سعيدة أكيد. كلمة بتتوجهي فيها للشباب السوري بعد ما حضرتي خطوات؟ أنا أول شيء ما بيحق لي أحكي مع شباب السينمائي السوري غير قلهم ممنونتكم، لأنه نحن بسنوات عجاف، سوريا عم تقطع بسنوات عجاف على جميع الأصعدة، مع هيدا إذا استثنينا استنزاف الأرواح والألم والأسى وكل بيت يحمل وجع على جميع الأصعدة. فأنا لا أستطيع أمام هالكم من 7 سنوات عم تقضي على مستقبل، لما بلاقي شباب بعيون مليانة حلم مليانة فكر عم تقدم تجارب سينمائية، بدي انحني لهم، بدي ارفع لهم القبعة، اقول لهم استمروا، الحياة لا تقاوم إلا بهذا النوع من الجمال. انت متخيلة لما شيء عم يصرخ بقبح برعب بألم، تتواجهي بزهور، تتواجهي بلون، تتواجهي بموسيقى، هذا اللي عم يعملوه شبابنا. فأنا شكرا لإلهم، شكرا لطاقاتهم، شكرا أنه رغم الوجع حلمهم عم يرسم صورة، فشكرا لإلهم. وهلأ رح نكون بلقاء مع الفنان التشكيلي هشام رومية مصمم الدرع بمهرجان خطوات أربعة. يسعد أوقاتك. وأوقاتك يا رب. خلينا نحكي أول شيء عن فكرة تصميم الدرع وقديه كان إلها هاي الأهمية والطابع المميز لخطوات أربعة. هلأ بداية مهرجان خطوات الحمد لله اكتسب صفة الدولية، بس بالأساس منشأه ومنبعه من مدينة اللاذقية. هلا احنا رجعنا بالتاريخ لجزورنا،
دورت أنا على شيء ناسب خلينا نقول الفن. فما بين الآلهة الموجودة اللي كانوا يعبدوها جدودنا في إله اسمه هيجون، هو الإله الذي يعنى بالحرفنة والمهارة. يعني أي حدا كان ماهر بشغلته كان يقولوا عنه أنه رضيان عنه الإله هيجون وعطيه بركته. هلا دورت أنه ما شفت لقيا للإله هيجون، هو مذكور كذكر بس ما في لقيا. فأنا نحطه من الطين كيف كانوا ينحتوا جدودنا الفينيقيين، نفس الأسلوب انحتت أنا الإله هيجون وصبينا وعملنا الخلفية شيء يدل على المهرجان خطوات الأربعة. لأنه بالنهاية يعني خلينا نقول السينما هي صناعة، ففيها مهارة فيها شطارة فيها حرفنة، فهو كان أنسب شيء للمهرجان. وهلا رح نلتقي مع بعض المشاركين لحتى نشوف شو اثرت عليهم المشاركه بمهرجان خطوات اربعه ولوين حابين يوصلوا بطموحاتهم. مشاركتي انا اليوم سعيد فيها كثير، لانه بصراحه اول مره رح شوف فيلمي وانا عم راقب الجمهور، لانه انا كثير بحب شوف الجمهور كيف عم بيشوف الفيلم. فهذا الفيلم بلازما يلي عم ينعرض اليوم بمهرجان خطوات هو ينعرض باكثر من 20 بلد في العالم، يعني باوروبا والعالم وهيك، بس بسوريا اول مره عم ينعرض. فهذا كثير بيعنيني لانه هذا الفيلم سوري، ولما اكون اجت فسحه يعني انا اعرض فيها فيلم بلازما بالوطن. فيعني شكرا لكل القائمين على هذا المهرجان واللي رعوا ودعموه، لانه خلقوا لي فسحه لاقدر انا يعني شوف فيلمي ببلدي. واليوم انا بقول انه انا ما بقدر بعمل سينما، السينما هي عم تعملني مثل الشعر، ما حدا بيكتبه هو بيكتبنا. فبهذا الاتجاه انا بعتقد انه ان شاء الله انا دائما مستمر عندي، يعني قريبا ان شاء الله فيلم جديد حيكون بالتحضير، اول مره بعلن عنه اسمه حيكون فيه للحرب الازرق. فان شاء الله بنشوف بقى سينما حقيقيه وهم سينمائي اكبر بالبلد. وانا اليوم برايي سوريا والشباب السوري متجهين نحو السينما بطريقه اقوى، وبعتقد انه البقاء حيكون للسينما بسوريا في المستقبل الجاي ان شاء الله يا رب. الجمهور جمعهم محبتهم للسينما، وهلأ رح نلتقي مع بعض الجمهور لحتى نعرف شو رأيهم بمهرجان خطوات أربعة والأفلام اللي قدمها لهيدا العام، وكمان بنفس الوقت قدي ساهم هيدا المهرجان بالارتقاء بالسينما السورية. بشكل عام اللي حضرتها كلياتها كانت حلوة، وكان في تفتح للثقافة أكثر من فيلم لفيلم، عم شوف نقلات حلوة كثير بين إخراج بالسينما بالحضور، حتى بالنسبة لحضورنا يعني كأشخاص بالنسبة إنه بتطلع كل مرة في عدد أكثر. أفلام حلوة وتحكي عن الحضارة وراقية كتير. الأفلام السنة كتير هادفة وفيها أفكار جديدة، مثلا من شوي شفنا فيلم مصري قصير عن الدار العجزة كتير أثر فيني، كان في أشياء جديدة ما انطرحت من قبل، وكان في فيلم دكتورة إيفا كمان فيلم جريء جدا وكتير كتير حلو، لدرجة أني أنا حسيت حالي أنه أنا معهم بقلب الحدث، وفي حضور كتير كتير قوي والناس كل يوم عم تزداد عن اليوم اللي قبل، وأنا كتير زعلانة أنه رح يخلص هيدا المهرجان، وإن شاء الله يا رب يضل في دائما مهرجانات وفعاليات حلوة هيك. مجموعة الأفلام هي يعني أكيد إنها مع سوية واحدة، في شيء جيد في شيء جيد أكثر أكيد، لأنه تم انتقاء مجموعة من الأفلام تكون هي حلوة وفي لها شوية دلالات. Thank you.
وهيك بنكون وصلنا لختام رسالتنا معكم لليوم من مهرجان خطوات 4، على أمل اللقاء بكرة بنفس المحبة والوعود اللي شفناها مرسومة على وش الحضور والمشاركين بهيدا المهرجان. إلى اللقاء.